صوت مصر الأول أنغام هي الكارت الأخير في لعبة انتقام ترك الشيخ من أمل ماهر، واضح كده إنها جوزت مجايدة. ألقاب إداها لأنغام زي صوت مصر الأول وبخاف أفرح، أسلحة تخليص حقه من مراته السابقة أمل ماهر. ترك بيعمل كل ده لأنه لسه بيحب أمل ماهر، تصرفاته كلها واضح إنها تصرفات حبيب عاشق خسر حب حياته. بقاله 5 سنين كل اللي بيعمله، وباين إنه انتقام من أمال. لو ركزنا شوية وجبنا الموضوع من البداية هنفهم أنا قصدي إيه. محدش كان يعرف حاجة عن قصة ترك وأمال لحد سنة 2017، اتجوزوا فعلا سنة 2015 تقريبا. طبعا ترك عمل لأمال وعيلتها نقلة كبيرة جدا في حياتهم، عربيات وفلل وفلوس وعقد احتكار، وكمان شفنا منه حب وحركات الشباب لما خلى عمرو دياب يغني لها أغنية برج الحوت. أغنية برج الحوت الناس كلها عارفة أنها اتغنت لدنيا الشربيني، ولكن اتقال ان ترك اهدى امال الاغنية دي، والغريبة انها من كلماته هو شخصيا. قصة الحب اللي ما بينهم ما طولتش، ولكن احنا عرفناها سنة 2018 لما امال عملت محضر ضد ترك، ومن وقتها بدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة الانتقام. بدأت باختفاء امال وحذف اغانيها ومنعها من الغناء في اي مكان واي حفلة، واخر حاجة اتقال انها اتخطفت، وكل ده كان عايز يخلص عليها مهنيا. وجات المرحلة أخيرة وهي غيرة الستات، كان لازم يغيظها ويقول لها أنا أخدت الأحسن منك، أخدت صوت مصر. قعد يدور على واحدة يغيظ بيها أمال ماهر، ورشت الحكاية على أنغام. يا ترى ليه ترك اختار أنغام؟ لأن من زمان في حرب فنية بين المطربتين على مين صوت مصر الأول، فكده أعلن أن أنغام هي صوت مصر الأول، وفي نفس الوقت اتجوز أنغام، وبكده ضرب عصفورين بحجر وانتقم من أمال ماهر. بدأها سنة 2018 لما ادى اغنية بخاف افرح لانغام، والغريبة ان الاغنية دي هو اللي كاتب كلماتها بنفسه وغنتها امال ومسجلها قبل ما تحصل الخلافات ما بينهم. امال حست باللعبة فراحت نزلت الاغنية بخاف افرح بصوتها، وبكده معرفش يغيظها. والغريبة ان اغنية بخاف افرح موجودة بصوت المطربتين امال وانغام، وبدأت حرب تانية. امال بدأت تعمل حملة كبيرة جدا هي واعوانها بعنوان وسع للكبير، وملكة الطرب وصلت وهتقعد الكل في البيت. أما أنغام اتبعت طريقة تانية، في كل المناسبات لازم تشكر أبو ناصر، بمناسبة ومن غير مناسبة لازم تذكر إنجازات أبو ناصر، وكأن أبو ناصر بقى مركز الكون عند أنغام. فضل الاتنين يكيدوا ببعض وكأن في ما بينهم حرب باردة لحد حفلة العالمين اللي عملتها أمال ماهر السنة اللي فاتت. ترك كان بينزل بوستات ويقول إن الحفلة كانت فاضية ومحدش حضر لها، وإن أمال ملهاش جمهور علشان يحضروا للحفلات. أنغام دخلت على الخط وردت على البوست بوشين بيضحكوا، وبكده هي بتكمل السخرية اللي بدأها ترك على أمال ماهر. اتعرضت أنغام لهجوم كبير جدا بسبب تعليقها، واضطرت إنها تحذف التعليق، والكل شاف إنها غلطانة إلا ترك اللي شاف إن ده عربون محبة من أنغام. أبو ناصر حس إن قد إيه أنغام واقفة جنبه في حرب ضد أمال ماهر، طلبها الجواز وقال لها يلا نتجوز علشان نغيظها. طبعا أنغام وافقت على طول، وقريب جدا أنغام هتعلن جوازها من ترك الشيخ.